السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو النحاس المقشر الذي يتم تصويره الآن بناء على طلب السيدة أم شيماء في 3 رمضان 1438، وجاري تغليفه الآن وفرزه. هذا النحاس المقشر يتم تصويره الآن بناء على طلب السيدة أم شيماء في 3 رمضان 1438 بناء على طلبها، والآن يتم تقشيره وفرزه وتغليفه حتى لا يتأكسد. هذا هو كامل النحاس والكميات المطلوبة، ويتم تقشير الباقي بناء على طلب السيدة أم شيماء في 3 رمضان 1438. كل عام وأنتم. Şöyle tut da benimle şöyle. How are we gonna get this motor out of this casing? Scrap time.